قال إني عبد الله آتاني الكتاب والحكمة وجعلني الله سبحانه وتعالى جعله رحمة للعالمين رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو شعار الأمة الخالد، شعار ديننا، شعار الأمة الإسلامية الخالد، الشعار الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله، هو هذا الشعار وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة، وبعثته صلى الله عليه وسلم رحمة، ورسالته صلى الله عليه وسلم رحمة، وهديه صلى الله عليه وسلم رحمة، ومنهاجه صلى الله عليه وسلم رحمة، فهو رحمة للعالمين، رحمة للعالم أجمع، رحمة للإنس ورحمة للجن، رحمة للجمادات ورحمة للحيوانات، ورحمة للأشجار، ورحمة لكل مخلوق على وجه الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى سماه رحمة للعالمين. ما أعظمنا أيها الأحباب الكرام ونحن نعيش ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكر بهذه الرحمة، أن نذكر بهذه الرحمة، وأن نعيش هذه الرحمة، وأن نحيي هذه الذكرى لتحيا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، ليحيا منهجه فينا، لتحيا أخلاقه فينا. ومن أعظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة التي بعث صلى الله عليه وسلم من أجلها. أنه ناطق بفم. من فضل هذا الرسول العظيم هذه الرحمة، كان رحمة في بيته مع أهله مع أبنائه مع جيرانه مع إخوانه. ألم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ فكان رحمة مع الكبير ومع الصغير، مع القريب ومع البعيد، مع الصديق ومع العدو، كان رحمة للعالمين. إنما أنا رحمة المهداة كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الأب الحنون والأب العطوف لكل البشرية جمعاء. فقلب رسول الله كان يسع الجميع، كان يسع الجميع، كان يسع المخالف وغير المخالف، كان يسع الصديق وغير الصادق، كان يسع الجميع. كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للإنس. مجموعة من النماذج من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس. Thank you.
أذر 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 يا محمد ليس روح وليا أذر أذر روح أتعال وين كل جاء واحد